أنا عارف إنك أنت مش طايقاني يا نادين، بس أنا جاي أقولك على سر ما كنتش حابب إن أنا أقوله لك. سر إيه؟ بما إنك أنت عرفت إن أنا باخد فلوس، يبقى هقولك الموضوع كله على بعضه. إيه يا نبيل؟ سر إيه؟ وفلوس إيه؟ أنت جاي تنصب عليها تاني؟ ما تظلمنيش تاني يا نادية. هو أنا كنت ظلمتك أولاني؟ يا راجل، يا راجل ده ظبطتك متلبس. أنا عندي سرطان في الدم، وموضوع الأشعة والتحاليل والأدوية كلفتني كتير قوي يا نادية. أنا ما حبيتش إن أنا أقول لك، أنا عارف إنك أنت هتقفي جنبي، بس أنا مش عايز أضايقك. أنا مش عارف إن اللي أنا عملته ده صح ولا غلط. أنت بتتكلم بجد يا نبيل؟ أنت عيان عيان بجد؟ الأشعة والتحاليل، روح لأي دكتور وهيقول لك حالتي إيه، ولا بلاش تروح للدكتور ولا حاجة، اديهم لزينهم وهو يعرف. الحالة دي عندك من إمتى؟ مش مهم من إمتى، مش مهم. المهم يعني أنا مش طالب من الدنيا دي كلها إنك تسامحيني قبل ما أموت. حبيبي مسامحك، مسامحك بعد الشر، بعد الشر عليك. يا رب الله يرحمك يا زكريا.